صباح الخير مشاهدينا، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج كيف الحال. اليوم غادي نخصصوها للحديث عن الرجل. غادي نشوفوا كيفاش ممكن للرجل يكسب القلب ديال الزوجة ديالو، سواء الزوجة المستقبلية أو للزوجة ديالو يكون قلبها دائما ملكو. غادي نشوفوا هذا الموضوع هذا مع دكتور حاتم شرف الإدريسي. صباح الخير دكتور. صباح الخير عزيزة، صباح الخير كل المشاهدين. مرحبا بك دكتور. المسألة ما غاديش نهضروا على لا سيدكسيون، ولكن كيفاش، لان احنا بزاف في المكالمات كانوا كيجيونا سيدات اللي تتقول لك انا تزوجت واحد الراجل ما كيعمرليش عيني، تزوجت واحد الراجل، خاصه ملي كيكون زواج تقليدي، او لا بعض المرات كطيح في سيده اللي تتقول لك الزوج ديالي كان زوين وكان مهلي في راسه وكان كان سيدويزي كما تنقولوا، مي ما بقاش كيتهلا في راسه، ما بقاش كيديها في راسه. مي هناك رجل اللي ترغب فيه النساء، ياك كاين عنده واحد المواصفات هكذا معينه، دونك شنو هي يعني؟ Alors bien sûr, بالنسبه للمراه اللي كيما تنقولوا سي لو برانس شارمون، دونك لو برانس شارمون فارس الاحلام، ولكن مي اي بو اكزيستي بور شاكون ديل في عينها هي سي لو برانس شارمون. دونك هنا بالنسبه للرجل سي فري كيخصو يكون عنده واحد المواصفات، لانه المراه كتطلب واحد المواصفات اللي الراجل يمكن ما عرفهمش كاملين. غادي نبداو بانه بالنسبه لو تيب دو لا فام، كيخصناش نخلطوا عاوتاني، لانه المراه ماشي كلشي كيف كيف. كاين لو تيب مثلا لي جون فام، مثلا لي جون دوجوردي، يعني غناخذوا مثلا شابه ديال 20 عام مثلا غادي تمشي اكثر. غادي حاليا سي الواقع انها اول ما غادي تبغي في ذاك الرجل هو انه العضلات ديالو يكون طول زوين، سي الشكل الوسيم اي تو سا. وكنلقاو هذا النوع مثلا، ماشي هذا النوع، كنلقاو واحد النوع ديال هاد الشباب هادو اللي كاين داك لو ماتي فو، داك لو تاب الاي، سي سكو مثلا وحده اكزاكتومون يعني. وهاد الشابه هادي كتكون بزاف، هذا هو النوع لو ستيل ديال اللي كيبغيها، لانه مازال ما كاينش واحد النضج فكري عند هاد الشابه هادي. دابا غادي ندويو على المراه اللي كتوصل مثلا لا كارونتين سيكونتين. شنو هو هذا الرجل، المواصفات اللي كتبغي عند هذا الرجل هذا. غادي نبداو باول حاجه هي لا فورس. اي كون جو بارل دو لا فورس ني با فيزيك، ماشي انه العضلات ولا القوه ولا كيهز 30 كيلو، مي سي بليتو لا فورس داك الرجل اللي عارف اللي كي دو كاركتير، اللي عارف راسو شنو باغي، اللي عارف راسو اشنو كيدير. اللي عنده شخصيه قويه، عنده لا ما كنهضرش اكزاكتومون فوالا، عنده واحد الشخصيه ولكن ماشي قويه، حيت ملي كنمشيو للقويه كنمشيو لواحد، لانه كاين واحد السيطره من جهته. دونك جو بريفير يكون زعما ان كاركتير، سيتادير ايلي لا كما تنقولوا حنا بالدارجه ذاك الراجل اللي كيعمر ليها العين واللي تلقاه، اللي ايلي لا في المواقف جنبها. المراه كتحتاج لذاك الراجل اللي ملي كتزوج به كتقول لك عندي راجل في حياتي على من عول. اكزاكتومون سي تري امبورطون. كنجيو للنقطه الثانيه هو انه ولو كيا الى دو كاركتير اي تو، المراه كتبغي داك لا فولنيرابيليتي، سيتادير داك الراجل اللي يمكن ليه يدوي مع المراه ديالو على التخوفات ديالو، على شنو عنده في الداخل، مثلا شي حاجه اللي هي مقلقه، شي حاجه اللي مثلا خايف منها. سي تري بيان دو بارتاجي سا افيك اون فام. كنلقاو عاوتاني نقطه اخرى اللي هي تري امبورطون سي لا جونتيس. نعم، المراه كتبغي الراجل اللي يكون جونتي معها، اللي عاملها مزيان. و quand on parle de la gentillesse on parle de l'احترام bien sûr، كيحترمها الظريف المراه اللي تري اوديتيف تتقول كلمات. هنا انا كندوي دابا في لا جونتيلس، كتبغي انه شحال من مره كنسولها شنو هو الايجابي مثلا ديال راجلك، اول بعد مرات كتقول لي كتقول لي ظريف معايا. اي سي تري امبورطون انه كيخلي داك العلاقه تزيد اكثر، ما يمكنش تفرط في ذاك الراجل، لانه كتلقى واحد اون جونتيس في ذاك الراجل، مثلا ظريف معها مع العائله ديالها مع الاصدقاء ديالها. سي تري امبورطون. كنلقاو نقطه اخرى هي لافيكسيون. لافيكسيون كي تري امبورطون، العاطفه. هو انه شنو هي هذه العاطفه هذه، المراه كتنتظر من ذاك الزوج او انه يجي مثلا يقول لها كلمه زوينه، ان توشي زوين. نعم، كيدخل من الخدمه مثلا يجي يعنقها يبوس لها راسها، بيتيت اتونسيون هكا تري امبورطون. سي لا دوموند دو لا فام. الرجل هنا بغيت نقول ليه بانه ما تخلطش ما بين العاطفه والعلاقه الجنسيه. وهذا مشكل اللي عندنا كبير بزاف في المجتمع، والرجال انه كنلقاو شحال من راجل ما كيقيس مرته الا بغى يدير العلاقه الجنسيه. وهذا كيشكل مشكل كبير عند المراه، لانه هي نرجعوا عاوتاني الاختلاف ما بين الرجل والمراه، انه المراه
كتبغي كتحتاج العاطفه بدون علاقه جنسيه. يعني كتحتاج باش نقولها بلغه اخرى او بكلمات اخرى تعبير عن الحب بطرق اخرى. Exactement. لانه غالبا تيقولوا الاخصائيين بان الرجل طريقته للتعبير على الحب ديالو المرأة ديالو هي العلاقه الجنسيه. الوغ كو المراه محتاجه يعني طرق اخرى للتعبير على هذا الحب. محتاجه لطرق اخرى كما قلت لك الكلمات دي جيست انه يجي الراجل يدخل مثلا كما قلت لك تكون المراه في الكوزينه سي دي جيست كي سون سامبل ولكن تعبروا على عاطفه وعلى احاسيس وعلى الحب. دونك مثلا يمكن المراه تكون مثلا غير في مثلا في الكوزينه يجي الراجل مثلا يبوس لها عنقها صافي بليزيغ ان بيتي توشي في كتفها جوست يعنقها فوالا لي جيست دافيكسيون كي سون تخي امبورتون لانه دراسات بينات باللي ان كوبل راه كيخص دو طون زون طون لو كونتاكت فيزيك. علاش كنلقاو مثلا الغرب انهم ملي كيتسهروا غير في الزنقه تتلقى يشد المرتو يديها لو كونتاكت فيزيك اللي تخي امبورتون باش كيدوز داك تتبقى ديك الالشيمي ديك الالشيمي ما بين الرجل والمراه اكزاكتومون ومن بين هاد الكيمياء ديال الحب اللي كيبقى واللي كيرتبطهم سي لو كونتاكت فيزيك. لو كونتاكت فيزيك اولفاكتيف انه الرائحه. علاش المراه كتنعس حدا راجلها؟ لانه كتشم الرائحه. كاين بزاف ديال لي شوز اللي كيقربوا بيناتهم اللي دائما يخلي داك الكوب باش يزيد في الحب ديالو. هو المعروف وانت قلتيها في الاول بانه في المجتمع ديالنا معروف ان الرجل ما عندوش هذه الطريقه للتعبير على الحب على لاتيرونس ديالو المراه ديالو. واش هاد الحركات وهاد لي جيست وهذا على بزاف تنقولوا هذاك السيد فيه بحال هاد لي جيست يعني تيكون اقرب لقلب المراه ياك اسكو سا رون لوم سيكسي يعني بون سان تيرم لان ما كان بغيت تتكلم على هاد المصطلح هذا لان باش ما يكونش عنده ديك لا كونوتاسيون سيكسيوال فوالا يعني ان هوم سيكسي واش هو ان هوم كي اللي كيدير هاد لي جيست. الوغ ان هوم سيكسي يل بو اتر او زيو دون فام ماشي ان هوم ماشي ضروري انه يكون ان بوتي. ما كنعيبوش حنا في خلق الله ولكن كيمكن يكون واحد الراجل مثلا تكون واحد السيده مثلا في واحد المجمع اللي يكون واحد السيد مثلا جالس غادي يمكن يبهرها والوغ كو في الاول ما ردتليش البال. هنا فين غادي نجي لنقطه اخرى اللي هي الانتيليكت. سي تري امبورتون. سي الراجل اللي كيعرف يهضر. موا جو بارل دو كيلكان كي انتيليكتويال وتيعرف توزن كلامه ماشي ذاك لو تشاتشور لو شارمور اللي غير تهضر. نهار على لي سابيوفيل دايوغ لان كاين دي فام كي سون اتيري بار لانتيليجونس شي لوم. هذا بون هذا سي ان بروفيل بوحدو اللي كنسميهم mais c'est très important بالنسبه للمواصفات ديال الرجل انه يكون كيهضر. et ça c'est ce qui fait la différence entre le garçon et l'homme. c'est ça un garçon يعني ما بين الذكر والرجل او الشاب اللي هو ماشي ناضج. voilà je veux dire par le garçon مازال صغير et l'homme qui est homme اللي هو ناضج انه تيعرف شنو تيخرج من فمه كيعرف شنو يدير من لسانه انه تيعرف المواضيع ولو انه ما يكونش قاري ولكن تيكون واحد الوعي تيكون واحد الطريقه ديال الكلام اللي هي زوينه اللي كيخلي ديك المراه كتبغي غير تصنت ليه تيثير الاعجاب ديالها تيبارها. كتلقاي شحال من خطره مثلا امراه مجوجه والا دوغ تسمع راجلها كيهضر تتقول لك تبارك الله عليه ما شاء الله عليه فين ما مشى ما كيحشمش بيا فين ما مشى تيهضر مزيان سي بارلي. ولكن ملي كنهضر على il sait parler bien sûr كنعاود جو سولين سا انه بور لانتيليكتويال ماشي بور دوك لي تشاتشور اللي كيهضر غير باش يعمر الوقت وكيخربق ويدي نامبورت كوا. دونك سي تري امبورتون. غنجي لنقطه اخرى اللي هي مهمه حتى هي بزاف سي لا جينيروزيتي. سي لا جينيروزيتي اي سورتو المراه ما كتبغيش الراجل سقرام. دونك المرا اي كون جو بارل دو جينيروزيتي سي جينيروزيتي يعني ما يكونش يكون سخي مع مرتو السخاء ماشي بالشرط انني غنضيع الصالير ديالي كله ولا no. غادي نغرقها بالكادوات اكزاكتومون ولكن كتبغي تحس المرا بانه الراجل الي جينيرو افيك ال فينونسيغمون اي افيكسيوزمون الوغ واش يعني تتف العاطفه حتى هذه المساله ديال لا جينيروزيتي ماتيريال يعني انه سخي ماديا واش ما تتخليهاش تحس بانها فريمون هذاك الراجل ديالها يعني داكشي اللي عنده راه سي بوغ ال سي بوغ ال وتتحس بانه كيعطيها واحد الاهتمام لانه المراه محتاجه كما قلنا دي كادو. المراه محتاجه انه الراجل خاصه مثلا المراه اللي ما كانتش خدامه كتبغي مثلا ان راجلها يعطيها مثلا غير واحد الكميه على حسب لو سالير ديالو لارجون بوش ديالها تتحس بانه الراجل
الراجل إلي جينيرو تيخرجها مثلا يعشيها. ولو احنا دائما ملي كنهضروا راه كنهضروا على مع جميع الفئات. كيمكن يديها تاخذ غير ساندويتش، كيمكن يديها تاخذ غير اون كلاص، سي كيك شوز دو سامبل على حسب كل طبقه. دونك وحاجه اخرى جو بارل اوسي لا جينيروزيتي ديال لافيكسيون. دونك جو بارل دي دو جينيروزيتي، ماتيريال في العاطفه ديالو وفي العاطفه ديالو انه يكون سخي معها. سخي في العاطفه يعني يعبر، لان بزاف د الرجال تيكون راه تيحب المراه ديالو ولكن ما كيعبرش. ما كيعبرش اكزاكتومون. دونك السخاء انه يعبر ليها على شنو في قلبه. بغات المراه تعرف الراجل اشنو كيبغي. كاينه النقطه اخرى اللي هي بالنسبه للازواج، باش ناخذوها حتى العشيه، لانه باش نخلي ما نقطعش لك الحبل ديال افكارك ونزيدوا مازال نتعرفوا على المعلومات. وكاين نقطه اخرى اللي هي العلاقه الجنسيه. كنلقاو بانه في العلاقه الجنسيه كيمكن المراه كتبغي الزوج اللي كيهتم بها في العلاقه الجنسيه. كتبغي ذاك الزوج اللي غادي اللي كيفهمها. لانه نعرفوا بانه في المجتمع ديالنا المراه كتحشم انه تقول الزوج ديالها او لا تعبر على الرغبات في العلاقه الجنسيه، ولكن الزوج اللي كتبغيه المراه هو اللي كيرد البال المراه اشنو هما النقط الحساسه عندها، اشنو هما النقط اللي كتبغي في العلاقه الجنسيه، تلبي لها الرغبه الجنسيه ديالها. كتحس بيه بلي هو 100% معاها في العلاقه الجنسيه. لانه كنلقاو شحال من المراه كتشكى من هذه النقطه هذه، كتقول لي كنحس بيه ملي في العلاقه الجنسيه ما معاياش، بحال كيفكر في شي وحده اخرى، بحال كيفكر في النوتر فونتازم، بحال كيفكر في شي حاجه اخرى. دونك المراه كتبغي ذاك الزوج يكون معها في ديك العلاقه الجنسيه 100%. حاضر بالذهن ديالو. لو ريغار كي تري امبورطون، لو توشي ايلي تري امبورطون. دونك الراجل حيت شحال من راجل تيقول لك لا والمراه ما كتبغيش دير معايا العلاقه الجنسيه، اولا المراه هو تيعتبرها بلي الي فريجيد مثلا بارده، الوغ سي لو كونتخيغ. المراه عندها الرغبه ولكن كتقول لك هو ما فاهمنيش، ما بغاش يفهمني، كنعبر ليه بطرق. دونك هنا كنطلب من الراجل انه يرد البال للمراه ديالو والزوجه ديالو في العلاقه الجنسيه اشنو كتبغي. لانه المراه كتعبر بطرق غير مباشره بعض المرات. لا لا، وبزاف مازال ما يتكلمش. هذه النقط اللي كاينه، كاينه نقط اخرى مازال الدكتور حاتم شرف الادريسي غادي يزيد يكلمنا عليها. اي سي بيان دونتوندغ سا دو لا بار دان هوم، لانه بزاف تنتكلموا على هذه المواضيع من ملي كتجي عند رجل. دونك عارفه شنو كتقول دكتور. هذه العشيه هذه غادي يكون معايا الدكتور حاتم شرف الادريسي باش نزيدوا يعني نتعمقوا في هذا الموضوع هذا، وكذلك ناخذوا الاسئله ديالكم ويجاوب عليها مباشره من الجوج حتى للربعه في برنامج كيف الحال على امواج راديو بزام. شكرا لكم والى اللقاء.